الحمد لله، يعني فوزنا على منتخب البرازيل، فهذا تزكية أننا منتخب جد قوي، وجميع النتائج اللي درناها في كأس العالم ما كانتش صدفة، إنما شغل المدرب والطاقم ديالو واللاعبين، اللهم لك الحمد. وهذا الفوز غادي يبقى في التاريخ. مباراة اليوم أكيد كانت شوية صعبة، لأنه لعبنا وتقريبا اللاعبين لعبوا هما صايمين، ولكن الحمد لله هذا ماشي عذر. اللاعبين قاموا بمباراة جيدة بالرغم من أن المنتخب بيروفي كان شوية قوي، والحمد لله يعني مباراة بعد مباراة إن شاء الله المجموعة راح تكون أفضل وأفضل إن شاء الله. هنجب الحياة والإرهاق للسيارة. أكيد أكيد، يعني لما تكون صايم فيكون واحد شوية الإرهاق، والحمد لله أهم شيء الحمد لله أنه نتائج إيجابية الحمد لله. عبد الرزاق ولد الرجلاجي المدرب للمنتخب الوطني قال في المدرسة الصحفية لأنه ما زال في غرفة الثقة، شنو تقدر تقول صراحة؟ كنشكره، أهم شيء يعني قميص منتخب وطني، أي لاعب يكون هنا يقدم الإضافة. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.